السلام عليكم عاملين ايه النهارده باذن الله هنعمل فيديو قوي كده لتنظيف الاستنلس زي ما انتم شايفين هننضف بيه البوتاجاز طبعا ده اصعب حاجه بتبقى موجوده عندنا في المطبخ والبراد طبعا اللي بالشكل دوت بيبقى مليان كده تكلسات من غليان الميه وحروق طبعا النار وهنا بقى الحلل من تحت طبعا عايزه تتنضف تنظيفه حلوه كده وتلمع زي الاول يعني مكونات كده موجوده عندنا في المطبخ باذن الله هنرجع كده الصواني والحلل والبراد والبوتاجاز كل حاجه استلس عندك في المطبخ بمنتهى السهوله كده ومن غير مجهود خالص باذن الله كل دوت كده هيروح وهنخلي الاستلس كده معانا زي المرايه فضلا منكم ليس امره. ما تنسوش كده الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل ان شاء الله النهارده وصفه كده قويه جدا للاستلس بمكونات موجوده في المطبخ شويه كده من الكركديه دول بخمسة جنيه كركديه بخمسة جنيه هترجعي الاستلس بتاعي الجديد ومش بستغنى عن البطاطس في جميع الوصفات في المطبخ في الصابون طبعا وحاجات كتير بستخدمه فيه وعندي كده زي ما انتم شايفين المعلقة كده من البطاس تفعلت كده وسحت مع بعضها ومعايا شوية صغيرين كده من ملح الليمون ممكن تحطي ملح لو ما عندكش ملح ليمون وعصرة ليمون مفيش اي مشكلة ممكن تستغني عن البطاس لو حالة الستلس يعني مش مش سيئة للدرجة دي زي ما انتوا شفتوا كده البرد يعني لو في حاجة بسيطة هيطلع برضو بإذن الله ومعايا خل زي ما انتوا شايفين بقى كده اول حاجة كده هعملها معاكم طبعا الكتل برضو بيبقى من جوه كده في تكلسات كده من من الغليان الميه هحط شويه خل وشويه كركدي على شويه ميه وهشغله زي ما انتم شايفين بس كده مش هحط الطاس في الكاتل ولا اي حاجه تانية وهسيبه بقى يغلي كده ويفصل مع نفسه زي ما انتم شايفين كده وهو بيغلي وهسيبه يغلي كده زي ما انتم شايفين وهيفصل وهسيبه بقى لحد ما انضف معايا الحلل وهتشوفوا كده من غير ما ادعك ولا اي حاجه هتلاقوا كل الحاجات اللي فيه ده طلعت زي ما انتم شايفين البطاس مع ملح الليمون اتفاعل ازاي طبعا كل اللي بيدخل عندي على راسي ربنا يبارك لكم يا رب كل سنه ويا رب كده وانتم بخير وكل اللي تتمنوه يا رب يتحقق وكل واحد نفسه في حاجه ربنا يحققها له اللهم يا رب العالمين حطيت بقى كده حله من الميه المغليه حطيت فيها الكركديه وهنزل بقى بالبطاس وشويه ملح الليمون اللي احنا حطيناهم حاجه بسيطه خالص وهقلبه كده زي ما انتم شايفين وبس هيغلي معايا هنزل بقى بالبراد بتاعنا كده جوه الخلطه اللي احنا عملناها دي واهم حاجه الكركديه الكركديه في احماض كده وفي حاجات بتاكل التكلسات اللي في البراد زي ما انتم شايفين بقى كده بسم الله ما شاء الله بجد بجد الوصفه هتعجبكم جدا جربوها وطبعا حطيت بقى هنا شويه تاني كده من البطاس وهتشوفوا بقى كده معايا الوصفه بتاعتنا بصوا البطاطس مع الكركه دي بدل ما كركديه لونه احمر تفاعل معاه وبقى لونه اسود كده زي ما انتم شايفين الخلطه دي هتكون لنا كده اي رواسب في الاستلس اي حاجه في الاستلس بس طبعا بما اننا بنستعمل البطاس ما ينفعش مثلا نحط البطاس في الحله ونسيبه ليله كامله هنا بقول لكم بص الكتل نضيف خالص بس انا مش هغسله دلوقتي هسيبه شويه كده لحد ما اخلص وهنا بقى بعد ما نقعت كده القواعد بتاعه الحله في الصينيه اللي فيها البطاس الصينيه دي انا حطيت فيها الكركديه بالبطاس علشان هي برده مسوده وعايزه تنضف معايا فاهمين فنقعتها كده بالمره احط فيها الحلال من تحت أخد بقى كده شويه كركديه من الكاتل زي ما انتم شايفين معايا او من الحله اللي على البوتاجاز وبغسل بقى كده بال اللي هي فيها ستالس طبعا كلنا عارفينها هي بتباع بخمسه جنيه وغسله كده سريعه للحلل الحلل ترجع جديده معاكي وزي الفل هعمل الحله التانية كده بنفس الطريقه والحلل كلها كده بنفس الطريقه عايزه اقول لكم بجد هتنبهروا كده جربوا الخلطه دي مكونات بسيطه جدا انت لو جبتي في خمسة جنيه بتصل بخمسة جنيه كركديه هتعملوا الوصفه ديت سريعه كده وسهله وتخلي الحل بتاعتك تنور كده وتلمع زي المرايه وتشوفي كده خيالك فيها باذن الله عايزاكم كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونكمل الوصفه بتاعتنا النهارده لما قلت لكم كده وصفه يعني يعني مش مكلفه خالص خالص مكونات بسيطه جدا وزي ما انتم شايفين برضو عملت الحله كده عايزه اقول لكم بتبرق 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 الاستلس بقى ينور طبعا احنا عارفين البطاس عادي ممكن نستعمله على الاستلس بس غلط نستعمله على الالمونيا عشان ما حدش آه يستخدم الوصفه دي في الالمونيوم هينقي الحله هتنقر منك خالص تمام فمسكت بقى الحله كده غسلتها كل اللي انا بستخدمه هنا شويه من الصابون السائل العادي اللي موجود كده في اي بيت مش مش حاطه اي حاجه خالص في الاسبونج غير شويه صابون بس كده مكان طبعا البطاص لازم نغسل الحله كويس جدا عشان طبعا لو هنستعملها او طبخنا فيها او كده ومسكتها بقى كده غسلتها برده غسله حلوه كده من بره وهوريكم شكلها عامل ازاي دلوقتي عايزه اقول لكم الحلل تبرق كلها اهم حاجه بقى عندنا النهارده يعني عايزه اقول لكم ندف والحيل اللي نطفت اهم حاجه بقى البراد زي ما انتم شايفين كده عليه حروق من بره ومن جوه بقى طبعا يعني بستعمله على طول بصوا يعني وكنت ركناه كمان بقى لي فتره عشان كده يعني من جوه الترسبات لازقه فيه يعني مش بتنضف بسهوله زي ما انتم شايفين كده معايا غسله سريعه برضو للبراد كده واهم حاجه طبعا في المطبخ لو انتم بتستعملوا البراد هتخسروه يعني على طول بس انا زي ما قلت لكم انا كنت بستعمل الكاتل وكنت راكناه بقى لي فتره كبيره همسك بقى كده زي ما انتم شايفين الفرشه اللي هي الثلاث فرش مع بعض الرفيعين دول اللي بتنظفوا البوتاجاز لو عندك بقى في فرشه كده فيهم بتبقى حديد كده بتشيل الرواسب والحاجات اللي لازقه كده على البراد من بره طبعا عايزاكم بقى تشجعوني كده و... بالظني باور كده وحماس اعمل لكم باذن الله فيديوهات وافكار جديده لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش كده في اللايك بيرفع الفيديو وطبعا انا بتشجع لما بلاقي كومنتات مشجعه منكم انتوا بصراحه يعني مش مش بتحبوا كمان تكتبولي لي كومنت تفرحوني او تقولوا لي الوصفه عجبتكم ولا لا جربتوها ولا لا عايزاكم تجربوا بقى الوصفات بتاعتنا بتاعه التنظيف سلسله كده تنظيفات عملت معاكم العجينه البيضة بتاعه الغسيل وعملت معاكم الصابون السائل طبعا مكونات كده موجوده كلها في المطبخ زي ما انتم شايفين بصوا الكتل بيلمع وبينور وبيبرق مش عارفه اقول ايه بصراحه ما عملتش فيه حاجه خالص غير حطيت شويه كركديه شوية خل وسبته غلي بس ما حطيتش فيه بطاس خالص همسك بقى الصواني بتاعتي كلها اغسلها برضو انا بصور هنا على الرخامه بعيد عن الحوض علشان عندي الحوض المطبقيه فوق الحوض فطبعا التصوير مش هيبقى واضح خالص بقى شويه من الكركديه كده من البراد شويه من الحله طبعا اللي فيه بوطس عايزه اقول لكم البطاس حلو جدا جدا لتنظيف الاستلس. بصوا الصينيه تشوفي كده خيالك فيها اهم حاجه بقى عندي الصينيه دي عايزه اقول لكم ان انا انبهرت بجد وانا بنضفها لقيت السواد دوت اللي في اللي في الرسومات ديت مفحور كده جواها بصراحه السواد ما كانش بيطلع جبت الفرشه كده اللي انا قلت لكم عليها الرفيعه دي طبعا اكيد كلكم عارفينها يعني مثل ما مشيت كده بس كده على الورد دوت او الدوائر اللي مرسومه في الصينيه دي البارزه دي كل السواد طلع والصينيه رجعت جديده كاني لسه شاريها دلوقتي حالا منتهى الانبهار كده منتهى النظافة منتهى التلميع عايزه اقول لكم كده بقى لو ما لايك بجد ازعل منكم اللايك كده بيحفزني والكومنت طبعا منكم بتحفزوني جدا وتقولي الوصفات عجبتكم ولا لا بصوا الصينيه هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجه ان انا اتكلم ما بقى كده اللايك احلى اخوات في الدنيا كلها وشكرا على الدعم وشكرا على كل واحد بيدخل يشترك في القناه وزي ما انتم شايفين كده خلصنا بقى كده كل حاجة عندنا في المطبخ استلس بسم الله ما شاء الله كل حاجة رجعت جديدة وبقت تنور وبقت زي الفل الكتل والحلل والصواني اللهم بارك كل حاجة كده بقت بصوا بتبرق 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 من النظافة اللهم بارك بحاجات بسيطة جدا جدا موجودة عندنا في المطبخ مكونات ممكن ما تكونش عارفة ان هي بتنظف الاستلس زي الكركديه وهو اساسي في تنظيف الاستلس وبرضو البطاس اساسي في تنظيف الاستلس وكلوركس الالوان برضو لو عندك هينظف معاك الاستلس بطريقة كده سهلة وسريعة يعني. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ما تنسونيش كده في اللايك والاشتراك في القناة علشان بجد بجد بيفرق معايا اللايكات بتاعتكم بتفرحني وبتكبر بخاطر التعليقات بتاعتكم التعليقات الإيجابية برضو اللي بيكتبوا تعليقات سلبية يعني على رأسي برضو مقدرش إن أنا يعني أزعل من حد بجد بس أهم حاجة عندي يكون الوصفة بتجربوها وتستفادوا منها وهنا بقى قلت ايه طبعا البتجاز اهم حاجه في المطبخ لازم اغسله زي ما انتم شايفين كده خدت بقى شويه كده من الخلطه اللي احنا عاملينها كده في الحله ودلقتها كده على البتجاز زي ما انتم شايفين وبستلك الاستلس كده على السريع عايزه اقول لكم ما فيش بص دهون ولا اي حاجه على البتجاز بيلمع كده وبيبرق هو بيتكلم عن نفسه من غير ما اتكلم الصوره قدامكم هي بتشرح نفسها كده والبتجاز رجع جديد بسم الله ما شاء الله اللهم بارك من غير تعب ولا مجهود بدعكه بسيطه كده من السلك استلز بقى ينور كل حاجه فيه بقت نظيفه وزي الفل يا بكده ما بقى في اللايك وفي الاشتراك في القناه ايه رأيكم ايه في التنظيف اللي استلس عجبكم ولا لا والافكار بتعجبكم ولا لا بتاعة التنظيف وارجع كده منكم تاخدوا لكم لفة في القناة وتشوفوا الروتينات بتاعتنا وتشوفوا سلسلة التنظيفات اللي احنا عاملينها وانتظري منه باذن الله كده حاجات جديدة وافكار جديدة هتعجبكم ان شاء الله اتمنى كده الدعم منكم وعايزة كده اطلب منكم اي يعني اي واحد بيشوف الفيديو ما يستخسرش فيه ان هو كده يعني يشوف كام دقيقة من الفيديو عشان الفيديو ما يقعش وما يخرجش بسرعة من الفيديو وجزاكم الله كل خير في, كده في امان الله ويا رب تجربوا الوصفه مع السلامه